كيف ننفخ البالون بواسطة بيكربونات الصوديوم؟ نحتاج إلى قارورة، بالون، خل، بيكربونات الصوديوم، وقمع. نحضر القارورة ثم نضيف إليها الخل حتى يصل إلى ثلثها. نثبت البالون في القمع ثم نضيف بيكربونات الصوديوم إلى البالون. نثبت فتحة البالون على فوهة القارورة. نرفع البالون حتى تتساقط البيكربونات في الخل وتتفاعل المكونات فتنفخ البالون. هل تعلم أن البالون يصنع من اللاتكس المستخرج من أشجار المطاط؟